السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين يحيى أو المهندس يحيى زي ما بتحسبوها بقى. جاي لكم النهاردة يا جماعة فيديو جديد. قبل ما نقول أي حاجة هنصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. هنصلي على النبي يا جماعة وهندوس لايك للفيديو. ده فتيس يا جماعة، سيارة ميكروباص 2004 ياباني، تمام. ده الفتيس صيني. الفتيس ده اللي كان حاصل فيه يا جماعة ان العجل ده شغال داخلي على مسافة 7 متر رايح جاي بيقلب على طول، فالحمل دايما بيبقى على التالت والرابع، بس الاغلبية على التالت فين وفين يعني، وهي وصلة قصيرة خالص اللي بيدي فيها الرابع. مع ذلك العجل شغال داخلي ده بيتهلك فتيسه لانه بيمشي مسافات قليلة وكل على طول بيقلب غيارات، فبكده بيستهلك ايه القلب. طب ايه اللي كان حاصل في الفتيس ده يا جماعة؟ زي ما انتوا شايفين الفيديو ده يا جماعة قلب جديد، والبيلة اللي رقبت قبل دي بيلة التالت، تمام. وده القلب بتاع التالت والرابع، وغوشة التالت وغوشة الرابع، ده اللي اتغير في الفتيس. طب دول كانوا عاملين ايه يا عم يحيى؟ ايه اللي كان حاصل معانا في الفتيس؟ اللي كان حاصل في الفتيس يا جماعة ان تيجي تديها التالت العربية تشكر، احيانا تنزل بيها من واخدة الرابع، تنزل من الرابع تديها التالت مترضاش تاخد التالت، تمام. بكده فرتكنا بقى، لقينا القلب بايظ ومتدمر خالص، تمام. ولقينا الغوشتين مكان ما بيعشقوا في الفول دول نحروا واتاكلوا، لقينا الزيت في كله رايش نحاس زي الذهب كده، طبعا بيبقى لون الزيت ذهبي من الرايش النحاس اللي بينزل من استهلاك الغوايش، تمام. ولقينا الفول بتوع القلب التالت والرابع دول مقطمين، تمام. وغيرنا بيلة السجر عشان كان في نترة في الخامس. بيلة السجر اللي هي الرص اللي تحت خالص دي كانت مبوشة بقى، لما بتدي العربية الغيار الخامس، بتدي العربية الغيار الخامس يا جماعة ايه اللي بيحصل؟ السجرة بقى بتبقى ايه، البيلة مبوشة اللي هي ماسكة السجرة تحت وبتربط عليها القلة، تمام. فالسجرة بتنزل زيادة تحت، تمام. اما بتطلع لفوق بقى زيادة، ما البيلة بقى مبوشة، فبيهرب الشنب من البرميل، فبكده بتنور العربية معاك في الخامس. ودي غوشة الرابعة اهي جديدة يا جماعة، صيني طبعا، بس الصيني يعني شغلانة ماركة حلوة. وغيرنا بيلة الوصلة دي على فكرة يا جماعة كانت بايظة عاملة طحنة في العربية، يعني الفتيس غيرنا فيه شوية حاجات حلوين بس هيرجع زيرو طبعا. فيعني زي ما انتوا شايفين اهو تقفيل الفتيس مع بعضينا كده بنقفله واحدة واحدة. وأهم حاجة يا جماعة غير الزيت اهو، القلب يا جماعة كان ناحر خالص بقى، البرميل القلب اللي جوا والبرميل البراني كانوا ناحرين جامد بقى، فمع النحران فلجح فكل الغوشتين التالت والرابع، فبكده ايه حصل الخلل اللي قلنا عليه اللي هي شخرة التالت واخدة التالت من الرابع ما بتاخدهوش شخرة الرابع. اهو زي ما انتوا شايفين اهو الفتيس رصينا الخمس غيارات، طبعا دول في العمود الاربع غيارات تحت خالص الرابع، فوق منه التاني الاولاني والتالت اهو، تمام. اهو من اول غيار تحت في الوصلة اللي حمل على العلبة ده يا جماعة الرابع، فوق منه التالت، فوق منه التاني، اكبر ترس بقى الاولاني اللي هو بيتحرك على العربية. ما كل ما بيصغر الترس كل ما بيزيد السرعة بتاعت العربية، تمام. هيجي قابلهم تروس تاني نفس المثل بس في شجرة حتة واحدة، ما بيركبوش ترس زي كده، دي اسمها شجرة الفتيس، بتركب قبلها بقى، تمام. وفوق بقى بيركب ترس الكبير، الترس الكبير في الشجرة والترس الصغير في عمود الإدارة. زي ما انتوا شايفين اهو بننزل بالحتة تحكيم الغيارات اهي، فهنقفله كده مع بعضينا واحدة واحدة. وحياة ربك يا شيخ لا تصلى على النبي كده في كومنت وتدوس لايك، وربك يا اخي لا تدوس لايك، واستمتع بالفيديو.